السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المشاهدين والأصدقاء ديال الوكالة العقارية، مرحبا بكم. مرحبا بكم في عرض خاص هذا النهار، هذا اللي غادي نوصفوه، اللي هو عبارة عن دوبلكس كما كنقولوا على حقه وطريقه. دوبلكس اللي كيتواجد، نبدا بالحي، بحي رياض الزيتون، من الأحياء الجميلة جدا واللي حداك المرافق السويقة، كذلك التاكسيات، الطوبيس، الأبناك، جوامع، كل شيء كاين، كل شيء قريب، حي من أرقى الأحياء. هذا دوبلكس اللي فاش كندخلو كما كتشوفوا فيه، كاين لا ريسبسيون ديالو، فيها صالون وسيجور، الأرضية معتبرة، محطوطة بحال اللي محطوط الباركي بزليج، ولكن ندير بحال الباركي اللي عطاه واحد الجمالية لهاد الشقة هذه، لهاد الدوبلكس. الصالون مقسوم مع السيجور بالميربا، ممكن الانسان باش يزين داك السيجور ممكن يدير مثلا في داك الميربا، يدير بزاف ديال الامور، ماشي غير في الديكور، ما كتنحصرش غير في الديكور. راه اللي بغى افكار ممكن يتصل بينا. صالون اللي جاي معتبر مربع، راه صورناه الدوبلكس هذيك اللي اعتذروا اننا صورناه، راه كان مازال مرون شويه، ولكن اضطرينا باش نصوره باش يشوفوا الجميع، واللي بغى يستافد يتصل بينا ويتصل بالوكاله العقاريه افائل، ويجي لنا لاجونس ديالنا باش يجي يشوف هذا العرض. هذا الرمد ممتاز للمساحه ديالو المبنيه، كنأكد على المبنيه، فيه 66 متر كاري في الارض، في هذا السفلي. وفاش كنطلعوا لفوق المساحه نفسها، اذا فاش دخلنا من الباب كاين عماره اللي فيها لاسانسور ديالها، هنا كاين الحمام كبير، حمام بالدوش ديالو بكل شيء، طواليت والدوش. اذا الناس اللي كتشاهدنا اول مره، مرحبا بكم، حنا وكالة عقارية، بغيتي تبيع اي عقار ممكن تصل بينا، نحطوه في القناة ديالنا وكذلك نخدمو عليه باش يتباع باسهل طريقة وافضل طريقة ان شاء الله. هادو الدروج، الدروج اللي كيطلعونا البيوت، اللي مزيان هو انه منقسمة للريسبسيون ولا الصالونات، كاينين في الدخلة في المدخل، وكتبقى الغرف والكوزينة كيبقاو في الطابق الاخر، الطابق الاول، بالدروج بالإنارة ديال اللاد، ومدايزين كلهم بالرخام. راه مازال غادي يركب فيهم لينوكس، ومازال بزاف ديال الأمور ما كملاتش، ولكن صورناها باش انا بحال هادشي كما كنقولو تيطير، وعجبنا بصح بصح هاد الدوبلكس، دوبلكس زوين، فيه عدد الغرف ديال ثلاثة. هانتوما كتشوفو الأرضية دايرة بحال الباركي تقريبا، بحال الباركي تقريبا، مزيانة مخيرة. بالنسبة للثمن ديالو، الثمن ديالو جد ممتاز، اللي هو 50 مليون، قابلة واحد شي شوية النقاش، ماشي بزاف، ولكن قابلة للنقاش، راه ممكن هناك نقاش في الثمن هذا. هذه الغرفة رقم واحد بالبلاكارات ديالها، جاية بصح فيها واحد شوية ديال العوجية، الناس اللي ملاحظتوهاش، أنا كنقولها لكم باش ماشي تقولوها لنا في كومونتير، هادي فيها العوجية، هاد الغرفة ممكن تكون غرفة ديال الوليدات الصغار، ممكن تكون، ولكن جايين زوينة. تا الزليج اللي دار هاد المقاول، زليج ممتاز، زليج اللي أول مرة نعترفو بيه، أول مرة حنا كنشوفوه. بعدا هادا ديال الباركي اللي داير بحال الباركي في لا ريسبسيون، هادي أول مرة اللي تيظهر بهاد اللون، بهاد الشكل، ماشي أول مرة زعما كنشوفو المثال، كاينين، ولكن بهاد اللون عطاه واحد اللون زوين. وما نعرف، كل واحد كيبقى عاوتاني على حساب الذوق ديالو. اذا اي واحد كيشاهدنا وكيشاهد الفيديو ديالنا، ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه ديال ابارتمون مكناس، اللي كنتعبوا وكنبذلوا واحد الجهد كبير من اجل باش نجيب لكم شقق مناسبه في الثمن وفي المساحه وفي الموقع. وما تبخلوش علينا كذلك بالاعجاب، اعجاب الفيديو ديالنا راه حاجه اللي كتحفزنا وكتحفزنا اكثر واكثر. هنا طلعنا من الدروج، راه مازال الفينيسيون ما كملاتش، كنعاودها وكناكد عليها. هذا هو المطبخ، مصاوب بالالومنيوم، وكاين لي سباس فين يدير الانسان صالا مونجي، كاين فين يدير الكونجيلاتور، فين يدير الثلاجه ديالو، فين يدير الفران، مازال ما يدار، مصاوبه كلها بالالومنيوم، ومازال ما يدار بصح في هاد الكوزينه هادي. المهم مقاوي صاب البازيك كونطوار، ممكن مازال غادي يحط البيبان، والله اعلم، انا متاكدش من هاد المعلومه، ولكن بوطاجي كاين، وممكن الانسان يحط كاع كوزينه جاهزه تما، راه تجي معتبره، وكاين لي سباس كوزينه كبيره.
هذه الغرفة رقم جوج، الغرفة اللي في العرض ديالها تقريبا 3 متر و60 على 2 متر و80 بالبلاكارات كما شاهدتوا. الغرفة رقم واحد كان فيها البلاكار، الغرفة رقم جوج هي فيها البلاكار، مازال فيها لي طرافو كما قلت لكم، مازال فيها الخدمة، راه شحال من حاجة ما صورناها ولكن راه مازال فيهم الخدمة. الريدويات كلهم كينزلوا وكيطلعوا بالضو. جي في عمارة، في حي رياض الزيتون. هذه الغرفة رقم ثلاثة، غرفة ديال الوالدين، فيها هاد البلاصة هادي اللي على يدينا ديال اليسر، ممكن الإنسان يدير فيها دريسينغ، يقسمها على جوج ويدير دي دريسينغ. خلاها المقاول فضل أنه يخليها خاوية، لكن راه ممكن الإنسان يدير دريسينغ. بيت نعاس كبير، بيت نعاس يتسع حتى الناموسيات ديال 2 متر ديال العرض، ولا 1.80 متر تاسع ليها، حيت كبير. زائد فيه الحمام، الحمام ديالو ومشمش وجيه في موقع ممتاز. اذا المشاهدين الكرام، كنتمنى نكون شرحت ووصفت مزيان هذا العرض هذا. اي واحد بغى شي معلومه اكثر ما عليه الا يتصل بينا، الارقام ديالنا هي لتحت في والوكاله العقاريه افائل، راه الاشاره ديالكم سواء عبر الواتساب ولا عبر كومونتير ولا عبر ميساج، حنا كنتواصلوا معكم دائما من اجل الافضل. اذا مشاهدي الكرام، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا، كنشكركم الشكر الجزيل والى اللقاء.